شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن الزياني وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية والذي عقد في الرياض اليوم. وفي مداخلة له خلال الاجتماع أكد سعادة وزير الخارجية أهمية الشراكة الخليجية الأمريكية للمنطقة في ظل ما تشهده من صراعات ومخاطر التصعيد الامر الذي يتطلب من الجانبين القيام بعمل متواصل وتنسيق مستمر لما لذلك من تاثير حيوي على استقرار المنطقه ولخفض التصعيد الاقليمي وتعزيز الحوار الذي يضمن حقوق جميع الاطراف وقال ان التركيز الاساسي يجب ان ينصب على الوضع في غزه والحاجه الماسه الى معالجه ازمه انسانيه استمرت لاكثر من سته اشهر مؤكدا ان ما تحتاجه غزه هو اطار عمل موثوق وقابل للتنفيذ لمرحله ما بعد الحرب ووضع خارطه طريق لكي تنعم فلسطين والمنطقه بالسلام والامن والاستقرار وتم خلال الاجتماع مناقشه اوجه الشراكه الاستراتيجيه بين الجانبين وتبادل وجهات النظر حول الاوضاع الراهنه في المنطقه وتداعياتها على الامن والاستقرار الاقليمي <applause>